على الولي والينا علي، بايعنا الولي والينا علي، والينا علي والي هل الله بايع. نرفع اسماء ايات التهاني والتبريكات الى مقام الرسول الاكرم صلى الله عليه واله وسلم واهل بيته الطيبين الطاهرين عليهم السلام، ثم إليكم شيعة أمير المؤمنين بذكرى عيد أهل البيت عليهم السلام، يوم تنصيب المولى أمير المؤمنين عليه أفضل صلاة الله وسلامه، يوم إكمال الدين ويوم الولاية وعيد الله الأكبر عيد الغدير الأغر. وأسأل المولى القدير أن يثبتنا على ولاية أمير المؤمنين والبراءة من أعدائه إلى قيام يوم الدين ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. يا من قد أنكر من آيات أبي حسن ما لا ينكر، إن كنت لجهلك بالأيام جحدت مقام أبي شبر، فاسأل بدرا واسأل أحدا وسل الأحزاب وسل خيبر، من دبر فيها الأمر ومن أرد الأبطال ومن دمر، من هد حصون الشرك ومن شاد الإسلام ومن عمر، من قدمه طه وعلى أهل الإسلام له أمر. صلوا على محمد وآله محمد. والآن مع رادود أهل البيت الملا صلاح رمضان، فليتفضل مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم ولياليكم، وهنيئا لهذه الوجوه السعيدة بولاية علي أمير المؤمنين. ونسأل الله سبحانه وتعالى بهذه الليلة الكريمة أن يقضي حوائجنا يا الله بحق كلمتي يا بالفطرة أنتم بحق كلمتي يا بعظمتي يا اللهم من كنت مولا فهذا علي. ما شاء الله. اللهم من كنت مولا فهذا علي. اللهم والي من والى وعادي من عادى. وين صوتكم يا مولين؟ انا بيكم انت الروادين. اللهم والي من والى وعادي من عادى وانصر من واخذل من يا الله خذله، واخذل من خذله، وأدر الحق معه كيفما جار. يا علي يا علي يا علي. وين صوتك يا موالي؟ يا علي اللي ورا. ما شاء الله دائما هذا المجلس انا استغرب اكثر اللي يردون الكبار السن والشباب ما يردون. هاش فيكم يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي. ما شاء الله ما شاء الله. يا علي نادي عليا مظهر
عجائب يا علي تجده عونا لك في اشحن قلبك ولاء وعقيده نادي عليا مظهرا تجده عونا لك في نوائب كل هم كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي ما شاء الله ما شاء الله يا علي يا علي بولايتك يا علي يا علي يا علي كلكم نادوا يا علي يا الله يا علي يا علي يا علي يا علي يا ارفع يدك حبيبي ها بالثامن عشر عيد الغديري بالثامن عشر عيد الغديري اتنصب علي حدار أمير اتنصب علي حدار أميري مولانا علي مولانا علي مولانا علي يا الله مولانا علي بالثامن عشر عيد الغديري بالثامن عشر عيد الغديري اتنصب علي حدار أمير يا الله اتنصب علي حدار مولانا علي مولانا علي مولانا علي يا علي مولا إلى الحين الصوت ها ها نبيها أقوى ها بالثامن عشر عيد الغدي بالثامن عشر اتنصب علي حدار أميري اتنصب علي حدار أميري مولانا علي مولانا علي مولانا علي جميع الناس ملزومة بولاية جميع الناس موزونة بولاية جميع الناس ملزومة بولاية وانت يا علي حدار الغاية وانت يا علي بالقرآن كم سورة وآية بالقرآن كم وآية اللي خصتك وانت نصيري اللي خصتك وانت نصيري مولاي علي مولاي علي صوتك مولاي علي مولاي علي بالثامن عشر عيد الغديري بالثامن عشر عيد الغديري اتنصب علي حدار أبي اتنصب علي جيبهم جيبهم ها ها تعالوا بالثامن عشر عيد الغديري بالثامن عشر عيد الغديري اتنصب علي حدار اتنصب علي اللي ما له خلق يرد يصفق ها بالثامن عشر عيد الغديري بالثامن عشر عيد الغديري اتنصب علي حدار أبي ما شاء الله اتنصب علي مولانا علي يا علي مولانا علي مولانا علي ما تصفقون خل اسمع غديري بالثامن عشر بس واحد بالثامن عشر عيد الغدي اتنصب علي حدار أميري اتنصب علي حدار أميري مولانا علي مولانا علي مولانا علي مولانا علي
اي كل الناس تفخر بالقيادة، كل الناس تفخر بالقيادة، وانا قادتي روح السيادة، وانا قادتي روح السيادة، بدون العال ما تقبل عبادة، بدون العال ما تقبل بدون العال ما ما شاء الله ما شاء الله، بدون العال ما تقبل عدا، مودة حيدر تحدد مصيري، مودة حيدر تحدد مصيري، بالثامن عشر عيد الغديري، بالثامن عشر عيد الغديري، اتنصب علي حيدر امه، ايه اتنصب علي حيدر، رد معاي لا تاكل يا بعد شبدي وياي، خلي الاكل على جنب، اي والله بالثامن عشر عيد الغديري، بالثامن لاحق لاحق إيري، اتنصب علي حيدر أميري، اتنصب علي مولانا علي، مولانا علي مولانا علي مولانا، روح روح مولانا علي، مولانا علي مولانا علي مولانا، جميع الناس ملزومة بولاية، جميع الناس ملزومة بولاية، وانت يا علي حيدر الغاية، وانت يا علي بالقرآن كم سورة وآية، وبالقرآن كم يا اللي خصتك وانت نصيري، اللي خصتك وانت نصيري، مولانا علي هلا مولانا، روح روح سمعني سمعني، ما في الا واحد سلام الله عليه، مولانا علي والله تعطي جائزه يا حج انور، هذا 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 مولانا علي، وينها وينها وين الجائزة؟ أعطوني جائزة والله لا أعطي صار، واللي بيشارك نعطي جائزة، مولانا علي مولانا علي، روح روح مولا سرعة سرعة، مولانا علي، كل الناس تفخر بالقيادة، كل الناس تفخر بالقيادة، وأنا قادتي روح السيادة، وأنا قادتي روح السيادة، بدون العال ما تقبل عبادة، بدون العال ما جميع الناس ملزومة بولاية، وانت يا علي حيدر الغاية، وانت يا علي بالقرآن كم سورة وآية، بالقرآن كم سورة وآية، اللي خصتك وانت نصيري، اللي خصتك ها مولانا علي، علي مولانا علي مولانا علي، علي مولانا علي، روح وإلى الحين صوته، لا تبي جائزة ثانية، ما شاء الله ما شاء، مولانا علي مولا، عاشوا 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 أهالي الأهواز والمحمرة وعبادان كلكم على روسنا، عقال لكم يا حبيبي، مولانا علي روح، ما يلام كل شعب وداده، ما يلام كل شعب وداده، والقرآن شاهدنا يا سادة، والقرآن شاهدنا، كم من آية نزلت في القيادة، كم من آية نزلت في القيادة، اتنصب علي حيدر أميري، اتنصب علي حيدر أميري، ايه اتنصب علي، 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 راح اتنصب علي، ايه ألف الصلاة على النبي، لا إله ألف الصلاة على النبي، جبريل عن الله يقول ايد الولي بيد الرسول، او ألف الصلاة على النبي راح، او ألف الصلاة على النبي راح، ايد الولي بيد الرسول،
أو سبحانه أوضح نيته، أو سبحانه أوضح نيته، أو جبريل أنزل آيته، ها ها، أو جبريل أنزل آيته، راح تيك راح تيك، أو جبريل أنزل آيته، بلغي طه وصيته، هلا علي علي علي، في حيدر بولايته، في حيدر بولايته، في حيدر بولايته، هلا هلا هلا، قولوا معاي علي 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 علي، روح علي 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 علي، هي والله ألف الصلاة على النبي، طه بوسط كل أمته، الحيدر يلف عمامته، اي حيدر يلف عمامته، او حيدر يلف عمامته، اي على الامه فرض وصايته، هلا هلا، او على الامه فرض وصايته، هلا هلا، او هذا علي فارس بدور، او هذا علي فارس بدور، أو هذا علي فارس بدور، أو هذا علي فارس بدور، أو كشاف كل شدة وعسور، أو راعي البطولة الطالبي، هلا هلا، أو راعي البطولة الطالبي، هذا الوصي التغلبي، أي علي أمير المؤمنين، أو علي أمير المؤمنين، أو علي أمير المؤمنين، الفاروق والحبل المتين، أبو الحسن ويا الحسين، أبو الحسن ويا الحسين. نشكر رادود أهل البيت الملا صلاح رمضان على تقديم هذه الأناشيد الرائعة. يوم 18 من شهر ذي الحجة من أعظم الأيام عند الله عز وجل، وهو يضاهي يوم أن بعث الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. يوم بعثة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هو يوم بزوغ نور الإسلام وانطلاقته الميمونة، إذ أنقذ الله سبحانه وتعالى البشرية من الضلالة إلى الهدى. ويوم الغدير إنه يوم عظيم فيه آيات بينات ودلائل ظاهرات وحقائق باهرات وأنوار لامعات، كيف لا، فإن في مثل هذا اليوم المبارك أثمرت شجرة النبوة بالولاية العلوية وتنورت آفاق الهداية بأشعة الشمس الحيدرية، وتمت السنة النبوية بالخلافة الأميرية. صل على محمد وآل محمد. لما لا، وفي مثل هذا اليوم العظيم أوحى الله سبحانه وتعالى إلى رسوله الكريم في قوله القويم بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. صدق الله العلي العظيم. فوضع على نفسه أثقال المسير وانتظر حتى يلم الشم، فقام في رمضاء الهجير خاطبا مناديا مبلغا، ثم سألهم: هل بلغت؟ قالوا: بلى. فأخذ بيد إمام الخلق أجمعين، سيد الأوصياء المعصومين، أمير المؤمنين ويعسوب الدين، أسد الله الغالب، علي بن أبي طالب عليه السلام. صلى على محمد وآل محمد. ورفعها في السماء وأخذ يقول: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. ثم أمر المسلمين بالبيعة له فبايعوه كلهم. عندها رفع حسان بن ثابت صوته وهو يدون ما جرى في ذلك اليوم بحضور النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأمام أكثر من 100,000 من المسلمين، حتى بارك قوله هذا النبي بقوله: لا تزال يا حسان مؤيدا بروح القدس ما نصرتنا بلسانك.
ثم أخذ حسان ينشد وهو يقول: يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم واسمع بالنبي مناديا، وقد جاءه جبريل عن أمر ربه بأنك معصوم فلا تكوانيا، وبلغهم ما أنزل الله ربهم إليك ولا تخش هنالك الأعاديا. فقام به إذ ذاك رافع كفه بكف علي معلن الصوت عاليا، فقال: فمن مولاكم ونبيكم؟ فقالوا: ولم يبدو هناك التعاميا، إلهك مولانا وأنت نبينا، ولم تلق منا في الولاية عاصيا. فقال لهم: قم يا علي، فأنني رضيتك من بعدي إماما وهاديا. هنالك دعا: اللهم والي وليه، وكن للذي عادى عليا معاديا، فيا رب فانصر ناصريه لنصره إمام هدى كالبدر يجلو الدياجية. صلوا على محمد وآل محمد. وبعدها وبعد أن أتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلامه الشريف وخطابه المنيف، إلا ونزلت الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، صدق الله العلي العظيم. فبشرا لكم أيها المؤمنون، وسعدا لكم أيها المسلمون. أسعد الله أيامكم وطابت أوقاتكم بهذا اليوم المجيد والعيد السعيد. إنه عيد الله الأكبر الذي سمي في السماء بيوم العهد المعهود، وفي الأرض بالميثاق المأخوذ والجمع المشهود. فماذا أقول وماذا أبين من فضل هذا اليوم المبارك؟ فالعقول لا تدرك فضله. وماذا أذكر من فضائل صاحبه أمير المؤمنين عليه السلام؟ فإن العقل لا يدرك وصفه، وأن اللسان يكل عن مدحه، فأنه حبه جنة وهو قسيم النار والجنة، وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجان. فعلي جوهرة ربانية صنعها الله سبحانه وتعالى وصاغها النبي محمد الأمين. فعلي صفحة ناصعة لم يقرأها أحد، ولم يلد مثله في الكعبة الغراء، ولم يولد أحد، ولم يكن له في الخلق سوى النبي المصطفى كفوا أحد. ما بقي الدهر والأبد، إنه الأمير والأسد. فعلي النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الحكيم وجنات النعيم. صل على محمد وآل محمد. والآن مع سماحة الشيخ جعفر العسكري، فليتفضل مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على أشرف خلقه حبيبنا وحبيب إله العالمين، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الغر الميامين، سيما على صاحب أمرنا الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين، سيدنا مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى في فرجه الشريف، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. نبارك لكم العيد السعيد، عيد الله الأكبر، عيد الغدير الذي جعل الله جل وعلا ونصب وليه علي بن أبي طالب سلام الله عليه وصيا للنبي صلى الله عليه وآله. طبعا هذه الآية نزلت في السنة العاشرة من الهجرة،
يعني آخر الحجة التي حج بها النبي صلى الله عليه وآله عندما رجعوا إلى مكان يسمى بغدير خم. تعرفون الناس الحاج عندما يذهب إلى بيت الله الحرام الحج فيه تعب، يعني يتعب الحاج عندما يأتي بمناسكه، ولكن الله جل وعلا ينزل جبرائيل الأمين على رسول الله صلى الله عليه وآله بهذه الآية الكريمة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ما هو السر الذي في هذه الآية الكريمة؟ وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. النبي صلى الله عليه وآله تعب على الرسالة السماوية 23 سنة، 23 سنة تعب النبي صلى الله عليه وآله، ولكن في هذه الآية يشير الله جل وعلا إلى نبيه: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فالنبي صلى الله عليه وآله قضية معروفة أنه أخذ بيد أمير سلام الله عليه ورفع يديه حتى بان بياض إبطيهما وقال: اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. ولكن في الحقيقة في السنة الثالثة بعد البعثة النبوية، كما يقول ابن هشام في سيرته، سيرة ابن هشام يذكر هذه القضية التاريخية، بعد 3 سنوات من البعثة النبوية يهبط الجبرائيل الأمين على رسول الله صلى الله عليه وآله بهذه الآية الكريمة بالنسبة إلى دعوة العشيرة والأهل والأقرباء إلى الإسلام: وأنذر عشيرتك الأقربين. في السنة الثالثة بعد البعثة النبوية فجمع النبي صلى الله عليه وآله الأقرباء والعشيرة بعد أن شربوا وأكلوا، قام فيهم خاطبا، القضية معروفة، فقام فيهم خاطبا وقال: من منكم يؤازرني على أن يكون أخي وخليفتي ووصيي من بعدي؟ فلم يقم منهم أحد إلا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فأراد النبي أن يتم الحجة على الأصحاب في المرة الثانية، في المرة الثالثة، فلم يقم منهم أحد إلا علي بن أبي طالب. عند ذلك أشار النبي صلى الله عليه وآله إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال: هذا أخي ووصيي وزيري وخليفتي من بعدي، في السنة الثالثة بعد البعثة النبوية. ولكن في السنة العاشرة تأكيدا للنبي صلى الله عليه وآله، الله جل وعلا أرسل جبرائيل أمين في المرة الثانية يؤكد على النبي صلى الله عليه وآله: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، لا تخاف من الناس، أمر الله هكذا. أمر الله تعلق أن تعين الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى الناس أن هذا خليفتي ووصيي ووزيري من بعدي. فعندما النبي صلى الله عليه وآله عرف الإمام سلام الله عليه وقال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، نزلت هذه الآية الكريمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام كان ناقص، إيه نعم كان ناقص، بدون الولاية، بدون الولاية نقص في الإسلام. الولاية والإمامة استمرار للنبوة، استمرار للرسالة. فلذلك الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه نصبه رسول الله صلى الله عليه وآله أن يكون الخليفة من بعد النبي صلى الله عليه وآله. فضائل أمير المؤمنين سلام الله عليه جمة لا تحصى ولا تعد، كما يقول ابن عباس: لو أن البحار دوات والأشجار أقلام والجن والإنس حساب وكتاب لما أحصوا فضائل علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد. عندما أتم النبي صلى الله عليه وآله وعرف الإمام سلام الله عليه، حينما حان الظهر الزوال قام أبو ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه وأذن بالمسلمين، فوق صلاة الظهر كان، فأذن بالمسلمين وأضاف وأزاد وزاد في الشهادتين
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد. أضاف في الأذان وأشهد أن عليا ولي الله. فالجماعة اللي ما كانوا يتحملون وصايا الإمام أمير سلام الله عليه، أعداء أمير المؤمنين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قالوا: يا رسول الله، إن أبا ذر أضاف شيئا في الأذان هذا اليوم. قالهم: ماذا أضاف؟ ماذا زاد في الأذان؟ فقالوا: يا رسول الله، قال: وأشهد أن عليا ولي الله. اللهم صل على محمد. فرسول الله صلى الله عليه وآله ردعهم وأجابهم: الآن بماذا أنتم أقررتم؟ بأي شيء أقررتم؟ أقررتم بولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه. الجماعة كلهم جاءوا وقالوا: بخن بخن لك يا علي، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. البعض كان في لقلقة اللسان، والبعض لا، كان من قلبه ومن لسانه. فلذلك النبي صلى الله عليه وآله بالنسبة إلى الشهادة الثالثة أقرها النبي صلى الله عليه وآله بحق أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. إذا جئنا إلى علم الإمام سلام الله عليه، علم الإمام أمير سلام الله عليه، كما قال في حقه رسول الله صلى الله عليه وآله: أعلمكم علي، أفقهكم علي، أقضاكم علي، أشجعكم علي. كل هذه الصفات في وجود أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. علم الكتاب عند أمير المؤمنين سلام الله عليه. ويقول: الذين كفروا لست مرسلا. المشركين يقولون لك: يا رسول الله، أنت مو مرسل، أنت مو نبي. قل: كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده شنو؟ علم الكتاب. يعني الله جل وعلا يشهد أني رسول الله، يشهد أني جئت من قبل الله جل وعلا. الشاهد الأول الله يشهد، الشاهد الثاني من؟ ومن عنده علم الكتاب. من عند علم الكتاب؟ علي بن أبي طالب سلام الله عليه. عندما نأتي إلى قضية سليمان وبلقيس، نشوف سليمان أراد من الجن أن يحضروا عرش بلقيس، فقال عفريت من الجن أني أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، يعني من مجلسك. المجلس راح يستغرق 3 ساعات 4 ساعات أو أكثر وأقل. قال: لا، أريد أسرع. وقال: من عنده علم من الكتاب. من هنا تبعيضية، يعني عنده علم من بعض الكتاب مو كل الكتاب. أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. كان الآصف بن برخيا وزير لسليمان، فأحضر عرش بلقيس. ولكن الآية تقول: ومن عنده علم الكتاب. من هو؟ هو علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وآله. ومن عنده علم الكتاب هو الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. آيات وروايات جمة، آيات وروايات كثيرة في حق أمير المؤمنين سلام الله عليه. الحاكم الحسكاني أبرز علماء العامة، عند كتاب يسمى بشواهد التنزيل. في شواهد التنزيل يذكر 500 آية أنها نزلت في حق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. 500 آية، من ضمنهم هذه الآية الكريمة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم شنو؟ خير البرية. من ذول خير البرية؟ أشار النبي صلى الله عليه وآله عندما نزلت هذه الآية الكريمة على رسول الله صلى الله عليه وآله، قام وقال: يا علي، أنت وشيعتك الفائزون يوم القيامة. مو بس احنا نقول علماءنا، لا، علماء العامة يذكرون هذا الشيء: أنت وشيعتك الفائزون يوم القيامة. الآية الثانية: إنما وليكم الله ورسوله
والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. الجماعة جاءوا عند النبي صلى الله عليه وآله وقالوا يا رسول الله من خليفتك؟ من وصيك؟ ما عرفتنا خليفتك وصيك. فنزلت هذه الآية الكريمة على رسول الله: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فجاءوا للمسجد، عندما أرادوا الدخول إلى المسجد وإذا بسائل يخرج من المسجد، فقير يخرج من المسجد، فقالوا يا هذا هل أعطاك شيء أحد في المسجد؟ قال نعم. من أعطاك؟ أعطاني ذلك الفتى الذي يصلي في المحراب وهو كان راكعا. عندما دخلوا إلى المسجد وإذا بهم يرون علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل على فكبر النبي وقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر. كبر النبي صلى الله عليه وآله ثلاثا على أن الفتى من كان؟ كان أمير المؤمنين سلام الله عليه. فأشار النبي صلى الله عليه وآله إلى علي صلوات الله وسلامه عليه وقال هذا وصي، هذا خليفتي. الآية الثالثة ونختم المجلس، الآية الثالثة التي نزلت في حق أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه آية المباهلة. نفس رسول الله علي بن أبي طالب، نفس النبي صلى الله عليه وآله الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، عندما نزلت هذه الآية الكريمة للنصارى نجران جاءوا عند النبي صلى الله عليه وآله يبحثون عن الإسلام، ولكن سألوا من النبي ماذا تقول في عيسى؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. ذو كان يدعون عيسى ابن الله والعياذ بالله، فقالوا كيف تقول أنه خلقه من تراب مثل آدم؟ فالقضية المعروفة، دعوا النبي صلى الله عليه دعاهم للمباهلة، قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على شنو؟ على الكاذبين. فجمع النبي صلى الله عليه وآله في يوم المباهلة من خرج مع النبي؟ قال كبيرهم إذا رأيتم خرج رسول الله صلى الله عليه وآله مع أصحابه فباهلوه، وإن رأيتم خرج مع أهل بيته فلا تباهلوه. اسمعوا كلامي هذا اليوم وخالفوه ما بعد. تقول الرواية عندما خرج النبي صلى الله عليه وآله في يوم المباهلة من خرج معه؟ خرج معه وراء النبي صلى الله عليه وآله الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، والسيدة الزهراء سلام الله عليها، والإمام الحسن والإمام الحسين، خرجوا إلى المباهلة. فقال كبيرهم لا تباهلوهم، إني أرى وجوها لو طلبت من الله جل وعلا أن يزيل هذا الجبل لأزاله بكرامتهم وفضلهم عند الله جل وعلا. فلذلك في ذاك اليوم لم يباهل النبي صلى الله عليه وآله، وعلي صلوات الله وسلامه عليه هو نفس رسول الله الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله مع أهل بيته للمباهلة. صل على محمد وآل محمد. يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. لشفاء المرضى وقضاء الحوائج، وأنتم في مجلس الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه
إن شاء الله الحاجات مقضية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم عجل لوليك الفرج، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اشف مرضانا، ارحم موتانا، سلم مسافرينا. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة أهل البيت، وفي الآخرة شفاعتهم، وتقبل منا ومن المؤسسين هذا القليل بأحسن القبول، وبلغ اللهم أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات. والآن مع رادود أهل البيت الملا ضيف الله الهادي، فليتفضل مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الحفل الكريم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامنا وأيامكم في هذه الليالي، ليالي تنصيب أمير المؤمنين، ونسأل من الله بعظمة هذه الليالي أن يجمع هذا الشمل المبارك تحت قبة أمير المؤمنين بذكر محمد وآل محمد. الليلة إن شاء الله نفرح ونفرح قلب رسول الرحمة وأمير المؤمنين الليلة، ونفرح إن شاء الله وناخذ مرادنا، ولكن بشرطها وشروطها. وإن شاء الله أنا ما أطول عليك، الليلة نفرح إن شاء الله بذكر محمد وآل محمد. فرح وسرور هذا اليوم مر بينا، فرح وسرور هذا اليوم مر بينا، من بعد الحزين زانت أمان صلي عليك بارينا، صلي عني بالمختار هادينا. يلي تحب علي الكرار وبكل حال واليته، إذا رايت تنال اللي ترجيته وتمنيته، ارفع صوتك وصلي على الهادي وهل بيته. يا علي يا علي يا علي يا علي، من أهلك من أهلك علي، يا من هل اليوصل من أهلك، ولا أهل الصفا وأفضل من أهلك، إذا نحبك علي باكر ما نهلك. يا علي يا علي، إذا نحبك علي باكر ما نهلك، نطب وياك للجنة سوية صلوات.
ارفع ليدك خلينا نبايع محمد وآل محمد، لا تخجل وقول يا علي. فدوى روح لك ان شاء الله، ما اطول عليك وتاخذ جائزتك الليله ان شاء الله من امير المؤمنين. فدوى روح لك، بايعنا الولي والينا علي، بايعنا الولي والينا ما اسمع والينا والينا علي. يلا ايدك 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 قول يا علي. بايعنا الولي والينا علي، بايعنا الولي والينا علي، والينا علي والي الله. بايعنا الولي والينا علي، بايعنا والينا علي والي الله الله والينا علي والي. يلا بايعنا الولي والي، قولها قولها، بايعنا والينا علي والي. اسمعني اسمعني فدوى روح لك، قول يا علي. ارفع ايدك ارفع ايدك وصوتك الليله، نفرح ونفرح علي واولاد علي. قول يا علي. الجواب مو قبول، الكل يقول يا علي. ايدك ايدك يلا. بايعنا الولي والينا علي، بايعنا حيهم حيهم والينا علي والي. اي جنا على الميعاد هذا وعدنا، بعيد الغدير اليوم نكتب عهدنا، بعتنا للكرار حدر ضمدنا حدر ضمدنا. الله الله صرخه وتعتلي والينا علي، صرخه وتعتلي والينا علي والينا علي والي. يلا يلا بايعنا الولي بعد 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 إيه والينا علي والي. إيه جنا على الميعاد هذا وعدنا، بعيد الغدير اليوم نكتب عهدنا، بعتنا للكرار حدر ضمدنا حدر ضمدنا. الله الله صرخه وتعتلي حدر يا علي، صرخه وتعتلي والينا علي والينا علي والي. يلا يلا بايعنا الولي الله والينا علي والي. إيه حدر أمير الكون نصح مثاله، من العلي الجبار علمه وكماله، كن فيكون أسرار أول خصالة أول خصالة. الله الله صورة من العلي والينا علي، صورة من العلي والينا علي والينا علي والي. يلا يلا بايعنا الولي والي. افرح افرح بايعنا الولي والي والينا علي والي. بأمر الفلك يندار حدر ولينا، كف العلي المعبود راحت يمينا، بأمر الفلك يندار حدر ولينا، كف العلي المعبود راحت يمينا، حدر علي الرزاق للعاشقين، حدر علي الرزاق للعاشقين. الله 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 فضل من علي والينا علي والينا علي والينا والينا علي والينا. قولها قولها والينا والينا. الله بايعنا الولي والينا علي.
والينا علي والي بايعنا الولي والينا علي والينا علي والي نور الله نور البي شقد بي معاني واحد ابو الحسنين وبلاية ثاني نور الله نور البيش قد بي معاني واحد ابو الحسنين وبلاية ثاني بس وجهه باقي دوم وما دون فاني ما دون فاني يبقى الاولي والينا علي يبقى الاولي والينا قولها قولها والينا والينا هلا هلا والينا والينا افرح والينا هلا 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 والينا علي والين هلا هلا الله والينا هذا العظيم ونال تاج الزعامة وكل مرسل ومبعوث به التزامه هذا العظيم ونال تاج الزعامة وكل مرسل ومبعوث به التزامه ما توصف الأقلام علي مقامه علي مقامه نكتب ما يلي والينا علي نكتب ما يلي والينا علي والي يلا يلا بايعنا الولي والينا بايعنا الولي والينا 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 والي والي علي 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 قولها علي 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 أعلى علي 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 الله 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 أفرح 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 يا يا علي صلوات شنه السبب حبيتك علي 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 القصيدة وكم هو سأسألكم الدعاء إن شاء الله والله يعيد علينا وعليكم بالخير والأمن والأمان وطاعة الرحمن والثبات على ولاية علي وأولاد علي فد وروح لك قول يا علي ذكر علي عبادة قول يا علي والله خسران الماء يقول يا علي قول يا علي ملك اليمين حبيبي سجل ذكر علي عبادة قول يا علي قول يا علي شنه سبب حبيتك علي 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 قولها علي 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 شنه السبب حبيتك علي 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 يلا يلا معاك علي 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 قولها قولها علي علي بأول لحظة من عمري متفضل علي أدري متيقن أنا بصغري متيقن أنا بصغري جفك لامست صدري جفك لامست صدري وتنفست عافيتك علي 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 إلك إلك علي قولها قولها علي علي حبك عايش بدمي ورضعت بحليب أمي حبك عايش بدمي
ورضعت بحليب امي يا الدايم جنيت يمي باسمك ينجلي همي باسمك ينجلي همي تحضر لون ناديتك علي 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 ايه علي مهند ايه علي 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 ايه انت الدنيا بعيوني ما همن اللي يلوموني انت الدنيا بعيوني ما همن اللي يلوموني مجنونك يسموني مجنونك يسموني وافخر انا بجنوني وافخر انا بجنوني فطرة قلب والدك علي 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 قولها علي 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 خادمك قولها قولها علي 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 إيه انت الدنيا بعيوني ما همن اللي يلوموني مجنونك يسموني وافخر انا بجنوني وافخر انا بجنوني فطرة قلب والدك علي 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 قولها علي 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 كل ما جئتك بمطلب وناديتك يا ابو زينب تقول لي يا هلا ومرحب تقول لي يا هلا ومرحب ما تتركني اتعذب ما تتركني اتعذب مثل الابو حسيتك علي علي قولها علي 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 ها علي ايه علي 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 ايه انت الما تسيد بابك وانت مدلل احبابك انت الما تسيد بابك وانت مدلل احبابك جيتك وانا طلبك جيتك وانا طلبك سجل اسمي بكتابك سجل اسمي ب يا ابو الكرام ناجيتك علي 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 صد لي يا علي بنظرة بجاه الطاهرة الزهرة صد لي يا علي بنظرة عندي حاجة متعسرة عندي حاجة متعسرة ورايد منك البشرة ورايد منك البشرة والحاجتي ناجيتك علي 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 قولها علي يقول يقول يا علي يا علي يا علي يا عيد الغدير السامي يا محلاك أخوتي ها يا عيد الغدير السامي يا محلاك بيك انت علي أصبح أمير هناك كنا نصيح لك يا علي بايعناك إيدك 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 كنا نصيح لك يا علي بايعناك أخوتي ها هنياله
والبايع حيدر هنيالة والبايع حيدر هلا والبايع حيدر هني هلا والبايع حيدر كل من يضد حيدر بجدا من اندوسه واللي مشى المرقدك من جد مهن بوسه والشعر بيهم بده او تتعلم دروسه والراية في كربلاء تستاهل هوسها اخوتها يلا ايدك 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 علوها يا راية حيدر الله الله وعلوها يا راية حيدر علوها يا راية حيدر علوها يا راية حيدر علوها يا راية حيدر من ترتفع راية علي يا علي يا علي يا علي يا علي من ترتفع راية علي تنتكس كل الرايات وبالمحشر الهيبة علي تسجد جميع الهمات ومن ينذكر حيدر علي مو مرة صلوا على النبي ثلاث مرات بايعنا الولي والينا علي بايعنا الولي والينا علي والينا علي والي هلا الله يبارك